حلقتنا لليوم بتحمل معها الكثير من جرعات الحنان والحب والعطاء الذي لا ينضب. هي الأم التي من رحمها تولد الحياة، والتي كانت وما زالت غايتها الوحيدة وهمها الأول والأخير تنشئة أجيال، تنشئة صالحة رغم ملوحة الحياة وتحدياتها. هي القنديل الذي ينير دروب الحياة. قد ما حكينا عن الأم وألفنا كلماتها وكتبنا أبيات بيعجز اللسان عن وصفها، فهي اللي قدمت الكثير واللي حملت رسالتها السامة بكل الطهر والنقاء والحنان. عيد الأم يا زينب له نكهة خاصة، اليوم حنعيد أم الشهيد بطريقتنا، أم الشهيد يلي هي روح الحياة وهي المستقبل والحاضر، وهي القلب الصافي ونبع الحنان، هي صانعة الأمة ومن ملامح وجهها وابتسامتها بيرتسم دروب ومعالم الحياة، هي الدمعة يلي تحجرت وما سقطت، هي الحزن الشامخ، هي الكبرياء الأصيل. إلى أمهات الشهداء في كل زمان ومكان، ألف تحية وسلام، وكل عام وأنتم بألف خير وأكثر صبر على الجرح وعلى الغياب. اليوم معنا نماذج من أمهات وزوجات الشهداء. السيدة فاطمة الحروب هي زوجة الشهيد نور الدين محمد الزعبي ووالدة الشهيد محمد إبراهيم الزعبي ونوال حميدات أم الشهيد علي حسان صبوح. يسعد صباحكم، كل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا فيكم. صباحكم فيك. يسعد صباحكم. بالبداية منبلش من عند حضرتك ست نوال، بداية صباحنا شو بتحبي تقولي لكل أمهات الشهداء ولروح ابنك اليوم بهي المناسبة؟ قول كل سنة وإنه سالمين، الله يرحم الشهداء، الله يصبركم، يصبر أمهاتهم، والحمد لله، الحمد لله أكل شيء. ست فاطمة كمان عيد الأم مثل ما حكيت ليا أنه له قدسيته، لكن أمهات الشهداء يمكن عم بيحسوا بلوعة الغياب أكثر من غيرهم، هن اللي قدموا التضحية لتبقى سوريا منتصرة وليبقى هذا الجيل فعلا جيل سينشأ على حب الوطن وأيضا يتعلم من يمكن التضحية منكم. فكمان دلالته كأم شهيد، وشو بتقولي لكل أم شهيد كمان عم تشوفك هلأ؟ بقول لكل أم شهيد الله يرحم الشهداء وكل سنة وهي سالمة، وأنا بفتخر بكل أم شهيد وكل سنة وهي سالمة، بفتخر بكل أم شهيد إنها أنجبت ولد وربت وكبرته. نعم. وعلمته حب الوطن وعلمته كيف يضحي وكيف إنه يكون شهيد. يعني أنا بفتخر بإني أم شهيد وبفتخر بإني زوجة شهيد، الله يرحم جوزي ويرحم ابني. نعم. ست فاطمة اليوم بمناسبة عيد الأم واليوم بمناسبة الانتصارات يلي عم يحققها أبطال الجيش العربي السوري في العديد من الميادين، قديش بتحسي اليوم مسؤوليتك تضاعفت بأنك أنت تكوني أم سورية، أم للكل، تعطي الحنان بشكل مضاعف وتعطي القوة يلي اليوم نحن بحاجة لقوة كل أم لحتى نستمر أكثر؟ أنا بحيي كل أم، وإن شاء الله يعني كل أم تكون على نفس المسار إنها عم بتربي وعم بتخلف وإنها عم بتجيب. يعني بحيي يعني كل أم بيوم، مو بس اليوم عيد الأم، الأم كل يوم عيدها، كل ثانية وكل ساعة. نعم. كل ثانية بكل ساعة الأم إلها عيد، مو بس اليوم يعني إنه يوم مميز، يوم مميز إننا عم نعيد أمهاتنا، بس أمهاتنا كل يوم عم نعيدها، كل يوم عم نواسيها. يعني أنا فاقدة أم عم ببكي على ابني بالليل وبالنهار، بس مو هذا يعني إنه وقفت الدنيا عند ابني توفى، كل يوم عم بيموت شهيد، كل يوم عم بيموت شهيد يعني كل يوم عم بيجينا تضحيات، والحمد لله بوجود الجيش، بوجود كل أم عم بتعلم ابنها كيف يضحي، وجود كل أم عم بتعلم ابنها كيف إنها تكون أم قوية، عم تعطي الأم لابنها القوة من عيونها. يعني الولد عم يستمد القوة من عيون الأم. نعم. إنه أنت تكون هيك، صير هيك، أنت ابن شهيد لازم تكون أنت كمان شهيد، يعني لازم أنت كمان تفدي هالوطن دمك وبروحك، مو بس يعني كلمة، لا بدي إياها فعل. أنا أم لثمان أطفال والحمد لله عم علم الأولاد، عم برضعهم رضاع حب الوطن. احكي لنا عن أولادك الثمانية. ما بعرف شو بدي احكي لك هلا. انا توفى، وقت توفى جوزي انا كنت ام لتسع اطفال، توفى ابني، استشهد ابني بنفس اليوم اللي توفى فيه جوزي الله يرحمه.
فانصدمت. نفس اليوم قدمتي شهيدين؟ ايه شهيدين بنفس اليوم، كان 29/9 من 2012. الام تبكي على ابنها، يعني ابنها طلع من القلب شافه قبل العيون، بس بتفرح وقت بتعرف انه ابنها استشهد في ده الوطن. اكيد اكيد مثل ما قلتي الله بيعطي الصبر والقوه، ويمكن بيلاقي امهات الشهداء عندهم هي العزه والكبرياء انه امهات شهداء قدمونا لطبعا يحيى تحيا سوريا. خلينا كمان ننتقل عند ست نوال. ست نوال اكيد في ذكريات كثيره بتستعيديها بكل عيد ام، تتذكري ابنك الشهيد كيف كان يتعامل معك؟ ويمكن كثير من الامهات عم تمرق هي شريط الذكريات بذاكرتهم هلا، فشو بتتذكري، شو بتحكي لنا عن ابنك الشهيد بهذا اليوم بعيد الام، شو كان يعمل معك؟ ابني كان يحب الوطن، كان يحب الجيش، كان يحب اهله ناسه رفقاته، يروح يجي يقول لي بدي روح على الجيش، بدي حارب، نشوف الدنيا. يعني من الواحد راح وهو يقول لي بدي روح على الجيش، ادعي لي والحمد لله. نعم. ست نوال احكي لنا عن اسرتك بعد استشهاد ابنك، احكي لنا عن اخواته، احكي لنا عن كيف عن جيرانك، كيف عم تقضي يمكن يومك، قديش بيستمدوا هن منك القوه، قديش انت فخوره بانه ابنك شهيد. ابوه توفى على راس عمله، كمان كان عسكري بال 2012. اخواته اربع اخوه، بنتين بنات، ستين. كان صغير باخواته، اخواته عساكر كمان بالجيش ثلاثه وهو الرابع. وابوه كان عسكري، كان يحب يطلع يفوت مرح، يعني وقفه البهجه بفراقه والحمد لله. بهذا اليوم نحن اكيد بدنا نحيي روحه للشهيد ابنك ولشهيد زوجك ايضا. هن العيد بالنسبه لإلنا، وهن لولاهم نحن ما كنا موجودين. اكيد الله يرحمهم يا رب. الله يرحم والديك. اكيد رح ننتقل عند الست فاطمه كمان. يمكن العالم دائما امهات الشهداء صار لهم مكانه خاصه، كانت وما زالت ويمكن زادت اكثر بهالسبع سنين. ام الشهيده قد ايه عليها اليوم مسؤوليه بتنشئه جيل كامل، ايضا اولادها يمكن اخوات الشهيد، حتى بين الامهات الاخريات، قد ايه عليكي مسؤوليه اليوم كام شهيد؟ كيف عم تتصرفي؟ قد ايه اعطاكي قوه هذا الشيء؟ هلا الام شهيد بدها تكون سواء كانت ام او زوجه. نعم. هلا انا كام شهيد يعني عم يعني هو الولد، يعني انا انه لي الفخر بانه استشهد ابني. نعم. وإلي الفخر بأنه استشهد جوزي كمان. كمان أنا أنه أخذت مسؤولية الأب والأم، أخذت مسؤولية أنه استشهد جوزي، لازم أكون أنا الشهيد، لازم أكون أنا أم وبنفس الوقت لازم أكون أب. يعني الأم بتكون بحنيتها، بتعطي الحنية، بتعطي حنيتها لابنها، وبتعطي كل ما تملك لابنها، وبترجع بتقصى عليك أب. الأب مو قاسي، لا بالعكس، الأب هو الحنية، بس الأب بده يكون هو الأمان. هو الأمان، الأب يعني عم بعطيه الحب وعم بعطيه الأمان للولد. يعني أنا عم ربي شباب الحمد لله، عندي الحمد لله الله يحميهم يا رب، عندي خمس أولاد والحمد لله أنا ما أملك شيء، لله وللوطن. الله يخلي لك ياهن يا رب. الله يسلمك يا رب. في كلمة حكيتها لابني إنه عم يكبر الهم، يعني عم يكبر الهم، كل ما كبر الولد عم يكبر الهم. هي يعني انه بحيي كل امهات سوريا، بحيي امي الغاليه، وبحيي السيده الاولى، كانت ام لزوجات الشهداء، وكانت اخت، وكانت صديقه. السيده الاولى ما كانت يعني انه يعني كانت لكل زوجات وامهات الشهداء. وكمان يعني انه يعني انه ما صار انه الشهيد بفتخر فيه، انه كمان حطوا مدارس يعني للابناء، وصارت الابناء يعني الابناء بدها يعني بدها تصير، والحمد لله وصاروا احسن. يعني ما خلي يعني ما انه افتخروا بانه ابوهم شهيد، وفعلا هن مفتخرين انه ابوهم شهيد، وانا بفتخر انه جوزي شهيد وابني شهيد.
أكيد. والحمد لله الله يخلينا الباقين، وبشكر الماما شهيرة، هي كانت أم لكل ابن شهيد بسوريا. نعم. احنا كنا ليا بحلقة خاصة بعيد المعلم من صحيح. مدارس بنات الشهداء كمان، وشفنا مدى الاهتمام ايضا كانت بابناء فعلاً الشهداء. ام فعلا ام كانت ام، يعني عوضت الابناء عن وجودها كأم ووجودها كأب. نعم. يعني نعم احنا الامهات اللي خلفنا يعني وربينا، بس هي كمان الام الحنونة هي للابناء، يعني لابناء كل ابناء سوريا. صحيح. نعم ست نوال، بدنا نرجع لعندك فضلي. وبدنا نحكي شوي عن عن عنك، بدنا نحكي قديش ام الشهيد هي ام قويه، قديش الله هيك بيعطيك الصبر لحتى تصبري ولحتى تصبري قلبك ولحتى تصبري اللي حواليك ايضا. الحمد لله على كل شيء، والحمد لله بفتخر بشهادته وبرفع راسي، بس الواحد بضل انه قلب الام بتكون مهما كان. ان شاء الله فدي الشباب كلياته، فدي القائد، فدي سوريا، الله يحمي هالجيش. امين يا رب. هي الدعوه اللي بدنا اياها نحن كل يوم وكل دقيقه وكل ثانيه، الله يحميهم لابطالنا يا رب، ويحمي لنا القائد وتخلي لنا سوريا بخير وتضل بخير ان شاء الله. امين. الحمد لله. امين يا رب. أمين. كلمه اخيره بتحبي توجهيها لكل ام شهيد؟ نحن بسوريا ما عنا ام شهيد، كمان عنا ام لشهيدين وثلاثه واربعه وكمان زوجه شهيد، فخلينا نوجه كلمه منك كام شهيد وزوجه شهيد لكل امهات سوريا بعيد الام. انا بحيي كل امهات سوريا وبقول لهم كل عام وهن بالف خير. ما بنحتفل احنا بس بيوم 21 اذار بعيد الام، كل يوم للام لها عيد، وكل ثانية وكل ساعة يعني كل دقة قلب الأم إلها عيد، لأن الأم لا تعوض، لأن هي اللي بتربي وهي اللي بتنجب نسور الوطن، وهي اللي بتربي وبتخلف لحتى يكبروا الأولاد ويصيروا شهداء. يعني إنه هن الله يخلينا الجيش ويحمينا إياه. آمين. ويخلينا السيد الرئيس ويخلينا الله يحيي الجيش. آمين. كل شيء يعني بكل، وبحيي كل أم، كل أم شهيد وكل أم وكل زوجة وكل أم ربت وأنجبت ويعني وكافحت، لأنه المرأة هي الأم، هي المرأة هي المكافحة، هي يعني هي كل إشي. نعم هي الأم والزوجة. نعم أكيد. ونحن كتير انبسطنا اليوم بهي العيدية يلي هي تشريفكم وشوفتكم وهي القوة اللي عطيتونا إياها اليوم. شكرا كتير. ينعاد عليكم يا رب، والله يخليكم بصحتكم، وإن شاء الله السنة الجاية بنحتفل بنصر سوريا، بنصر أمهات سوريا يلي ربت أبطال. شكرا كتير لكم. شكرا لوجودكم معنا، وأكيد دائما بنقول إنه تراب سوريا غالي ودم الشهداء وحده بيرويها، وبفضل لأن نحن موجودين هون وعم نستمر وكمان حاملين رسالتهم. وقد ايه نحن صغار قدام امهات الشهداء، نحن بنشكر وجودكم معنا، والله يرحم كل شهداء سوريا. شكرا لوجودك. فيني احكي هالمقوله؟ معلش تفضلي. بدي احكي هالكلمه يعني انه انا عندي ابن استشهد مشان جوزي، حكيت لابني قبل ما اطلع انا عم يكبر، يعني بدي احكي كمان بهديها لامي الغاليه كمان. تفضلي. عم يكبر بقلبي الهم يا امي، وجعي صاير أكبر من عمري، عم بحلم أرجع طفل وناديكي أمي وتناديني وتقولي لي نعم يا كل عمري، تعطيني من عيونك القوة وتحسسيني إن الدنيا بوجودك جنة، بوجودك أنا أشوف الدنيا جنة، بغيابك أنا أشوف الدنيا سودة، وبحضورك أنت الجنة. أكيد. الله يخليك. الله يسلمك. شكرا كثير لكم وينعاد عليكم إن شاء الله يا رب.